قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عبد الهادي القصبي إن المجتمع المدني يلعب دورا هاما في ظل التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن المجتمع المدني له مساهمات تاريخية في مصر. وأضاف القصبي أنه مع تطور الحياة في مصر فقد أصبح هناك مهام تنموية واقتصادية للمجتمع المدني. أهمية المجتمع المدني والأهلي اللي بيلعب دور مهم جدا، أنا بعتقد أن مهمة المجتمع المدني والأهلي بتتزايد في التحديات. كلما زادت التحديات استدعينا دور الجمعيات. المجتمع الأهلي والمصري تاريخ طويل جدا في مصر، مساهمات فعلية، يمكن جامعة القاهرة إحدى نتائج هذا العمل الأهلي، العمل الأهلي بهذا المستوى، ويعني مستشفيات كبيرة جدا في مصر هي نتاج للعمل الأهلي التطوعي. مع مرور الوقت بتتعدل المفاهيم وبتتفتح الأبواب. يمكن زمان كان دايما العمل الأهلي مرتبط في ذهننا بالعمل الخيري، أما مع تطور الحياة في مصر وقدومنا على الجمهورية الجديدة أصبح هناك مهام تنموية اقتصادية علمية، فأصبح المجتمع المدني والأهلي له دور مهم جدا في البحث العلمي. على سبيل المثال له دور مهم جدا في العمل التنموي.